باقتناع أم أن الأمر كان بقرار سياسي؟ لا لا، أولا لازم نعرفوا باللي ما يسمى بأحداث غزائية ليس كما يعني الناس يتهيأ لها أنها صراع ما بين سكان غردايا من طائفتين، واحد يسميهم عرب وميزاب والآخرين يسميهم مالكية أو إباضية وما إلى ذلك. لا، ما وقع في غردايا هو اعتداء عصابات ملثمة غير معروفة بحماية من الشرطة وأحيانا بمساعدة الشرطة على مواطنين، وانتهاك حرماتهم وانتهاك مقدسات في غردايا لسبب يعني يمكن أن يكون الحط من قيمة هذه المنطقة. وانطلقت هذه الجرائم في وقت محدد وانتهت في وقت محدد. أعتقد أن هذا الملف سياسي بالدرجة الأولى، لكن ما لازمش ننساو أنها بجانب آلاف الفيديوهات التي تم تصويرها، وأحيي المواطنين الذين يعني صوروا تلك الفيديوهات وأثبتوا لكل العالم بأن الأمر يتعلق بعملية مبرمجة وتحت سيطرة الأمن، كان مسيطر على هذه العملية سيطرة تامة. فبجانب تلك الوثائق هناك تصريحات تاع مسؤولين ولم ينفيها الذين وجهت لهم التهم. سعداني في 5 أكتوبر 2016 صرح بأن جنرال توفيق هو الذي كان يعني يسير تلك الأحداث، وهو الذي كان وراء تلك الأحداث، وما قالش فقط غردايا، قال توقرت ورقلا وعين صالح وغردايا. فجنرال توفيق الناس تعلم كاع باللي هو مسؤول المخابرات، كان في ذلك الوقت لما انطلقت هذيك الأعمال تاع العنف كان هو المشرف على جهاز المخابرات، والناس تعرف بلي جهاز المخابرات له تأثير كبير على كل أجهزة الدولة بما في ذلك رئاسة الجمهورية. فالأمر يعني مدبر ونفذ بإحكام كبير. الآن يجيو الناس اللي اعتقلوا نشطاء، أكثرهم نشطاء. لما اعتقلوا هذا النشطاء وأكثر الاعتقالات كما قلنا قبل على المدونين، نفس الشيء يقال على النشطاء، ليست هناك أي شكوى ضدهم بمبادرة من النيابة، إذن اعتقالات سياسية. وبعد قضاءهم يعني مدة في الحجز، بعد أن خرج الأمر إلى النطاق الدولي لأن هذا الملف طرح على الهيئة الدولية، وبعض الهيئات الدولية طرحت أسئلة على السلطة الجزائرية، ووجدت السلطة الحكومة الجزائرية وجدت نفسها ملزمة بتقديم بعض الأجوبة، وبدأت بعد يعني بدأت تظهر الحقيقة من أن هناك مسؤولية كبيرة لأجهزة الأمن على الأقل نقولها هكذا فيما حدث في غردايا، وأن هناك موظفين تقاعسوا في القيام بواجبهم إذا لم يكونوا متواطئين. بعدما ظهر كل هذا الأمر ربما أعطيت توجيهات للقضاء بأن يتصرف في المعتقلين بما سيفضي إلى يعني بما أفضى إلى إطلاق سراحهم، لكن الأحكام لم تكن بالبراءة. أغلب الأحكام البراءة قليلة جدا، أغلب الأحكام كانت أحكام فيها الحيلة. لماذا؟ لأن أغلب الأحكام غطت فترة الاعتقال. مثلا في قضية أنا رفعت فيها في تيرت فيها 3 متهمين بنفس التهمة، لكن واحد قضى 15 شهر وواحد قضى 8 أشهر، فكان الحكم اللي قضى 15 شهر بأنه 15 شهر نافذ والباقي يافيك سيرسي، واللي قضى 8 شهور نافذ يافيك سيرسي، كيف نفس التهمة وهذا هكذا وهكذا. إذن هنا هذا المثال يعني يبين لك بأن تم التصرف بتوجيه سياسي بما يفيد أنه تغطى يعني أحكام إدانة والعقوبة تكون بتغطية الفترة التي قضيت. لماذا؟
لأن لو أعطاهم البراءة وطلقوهم راح يطلبوا تعويضاتهم ويعطوهم التعويضات، وما حبوا يتفادوا إعطاء التعويضات. ف يعني باش الدولة ما تخسرش، المواطن يخسر معليش بصح الدولة ما تخسرش. هذا هو تفسيري، وأعتقد أن تصرف تاع ممثلي الدولة، السلطات التي تمثل الدولة تجاه المواطنين بهذه الطريقة، هذا لا يعزز الثقة ولكن يقطع هذه الثقة، وقد تكون قاطعة أحيانا نهائية وصعب أنك تستدركها من بعد. أستاذ صالح دبوز، يعيب عليك الكثير أنك تدافع عن جهات أو قضايا يعتبرها لها حساسية لدى الكثير من مكونات المجتمع. مثلا دافعت عن طائفة الأحمدية، ودافعت كذلك عن معتقلي غردايا. ما تعليقك أو ما رأيك في هذه في الجهات التي تعيب عليك هذه المواقف؟ أنا لم تصلني أي ملاحظة فيما يخص هذا الشيء. أنا أحاول أن أدافع على الناس اللي نشعر أولا أنهم مظلومين، ثانيا أن قضيتهم قضية رأي عام، وثالثا أن السلطة تعسفت بطريقة كبيرة جدا في إلقاء يعني إلقاء هذا التسلط تاعها عليهم. ورابعا وأخيرا وهو أهم شيء، لما يطلبني أي يعني أي مواطن متابع ويتم الاتفاق معه بأنني أتكفل بقضيته، أتكفل بها، وليس من عادتي أن أنقص من مجهودي إذا تكفلت بقضية. وهذه المجموعات التي ذكرت اتصلوا بي شخصيا وطلبوا مني أن أتكفل بقضايا وتكفلت بها. قضية طائفة الأحمدية مختلف عليها في المجتمع الجزائري، ولكن لكن الدستور يعطيهم حق أنهم يعتقدوا ما يريدون أن يعتقدوه. يعني هل المادة 42 من الدستور تقول لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي؟ يعني انتبه، الدستور ما قالش لا مساس بحرية المعتقد وحرية الرأي، ولكن قال حرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي. لما يقول الدستور هكذا ويجيك واحد مواطن جزائري يعتقد ما يريد أن يعتقده، ثم أنت تتابعه بسبب عقيدته، هل هذا غير كافي باش نندد به ونقف معه؟ لا. الآن لما تقول للمجتمع الجزائري، أنا ما عنديش إحصائيات تاع ماذا يعتقد المجتمع الجزائري ومن يتعاطف مع من. أنا ما أعرف أن هناك صحافة تتحدث وتقول ما تشاء، يمكن أن تكون صحيح يعني ما تقوله صحيح أو غير صحيح. حتى لما يقولوا باللي أغلب الشعب الجزائري مالكي، أنا لست موافق، لأن أغلب الشعب الجزائري ليس متفقها. أنا أعرف أن أغلب ربما أئمة الجزائر مالكية، نعم، لكن أغلب الشعب الجزائري مالكي. أغلب الشعب الجزائري كاين كثير من الجزائريين لا يعرفون ما معنى أن تكون مالكيا أو أن تكون غير مالكي أو أن تكون إباضي أو شيعي أو ملحد. هم يعرفون فقط أنك مسلم أو غير مسلم. فلا أوافق أنا هذه التصنيفات على أن أغلب الشعب الجزائري من اتجاه كذا أو كذا. أعتبر ذلك من اجتهادات الناس اللي عندهم إمكانية أنهم يسمعوا صوتهم، سواء تعلق الأمر بصحفيين أو بأئمة أو بإعلاميين أو بأحزاب سياسية أو من له إمكانية أنه يسمع صوته، ولكن ذلك يبقى تحت سائر التحفظات لأنه لا يستند إلى معطيات يعني كيف يقولوا معطيات ستاتيستيك إحصائية دقيقة يمكن أن نستأنس بها. من جهة أخرى، ما هذه البدعة التي أخرجها لنا
السيد وزير شؤون دينية، حتى لا أقول وزير، أنا أسميه وزير المذهب المالكي بالمناسبة، يعني الذي أصبح يتحدث عن المرجعية الدينية الوطنية. هذه الكلمة أول ما سمعتها على لسان هذا الوزير، ما ذكرتش في الوثائق الرسمية في الجزائر إلا لما أخرجت لنا هذه المشكلة اللي سموها قضية الأحمدية، وأنتجت أدبياتها الخاصة بها، ومنها هذه الكلمة على المرجعية الدينية والأمن الديني القومي. وأصابت العدوى خطاب السيد رئيس الجمهورية الذي تلفظ بكلام خطير جدا، أعتبره أنا من يعني خطير أن يصدر من رئيس الجمهورية أو ينسب له ربما، مش عارفين، لأن ذوك هم يقولون هذا خطاب رئيس الجمهورية ويقولوا خطاب رئيس الجمهورية. المهم الخطاب الذي يقول بأن الشعب الجزائري شعب مسلم وسني، هذا خطاب خطير جدا لأنه يناقض الدستور ويصنف الشعب الجزائري عنوة عنه في تصنيف على أساس ديني وديني ضيق كذلك. يعني حتى لما في الدستور تقول الإسلام دين الدولة، أو في قانون الأسرة لما تقول لما ما لقاوش يعني قانون مادة قانونية نروحوا للأحكام الإسلام، المشرع لم يصنف الإسلام إلى اتجاهات على أساس مذهبي أو طائفي، إلا أصبحنا نسمع بهذه الاتجاهات الآن، ووصل الأمر إلى السيد إلى خطاب رئيس الجمهورية، وهذا أمر خطير جدا وندد به شخصيا. رئيس الجمهورية رئيس لكل الجزائريين ولكل المواطنين، حتى الذين لا يؤمنون بأن هناك إله، حتى اليهود، حتى النصارى، حتى الأحمديين والإباضيين والشيعة والشافعية وكل المذاهب الإسلامية وغير الإسلامية، يجب أن يكون رئيس الجمهورية رئيس لكل الجزائريين، ولا يكون رئيس للمسلمين السنيين، لأن ذلك سينقص من قيمة الشعب الجزائري ومن قيمة الدولة الجزائرية بصفة عامة. أستاذ صالح دبوز، أختم معك بسؤال حول رؤيتك لمستقبل حقوق الإنسان في الجزائر. لأنه كان شوف، إذا كان رؤيتي لمستقبل نتيجة لما يجري الآن، نحن متجهين من سيء إلى أسوأ، لأن تعديل القوانين راه يروح نحو تضييق أكثر وأكثر. أرك تشوف أي اجتماع تاع جمعية تحترم كل القوانين باش تنشئ جمعية، تحط الملف تاعك ما يعطوكش اعتماد خرقا للقانون، نقابة دير اجتماع نفس الشيء، أحزاب أكثر من 30 حزب خرقا للقانون، تروح أنت تحط أي يعني ملف في وزارة الداخلية يرفض، هذاك المكلف في استقبال الملفات يرفض باش يدير لك وصل إيداع، في حين أن القانون يلزمه بذلك ولا أحد يتحرك. القضاء يقضي خرقا للقانون في منع الإضرابات ومنع النشاط النقابي وما إلى ذلك، العمال النقابيين اللي ينشطوا يطردوهم من العمل بسبب نشاطهم النقابي، وموجود عدة قضايا هكذا مطروحة، وترفض المؤسسة اللي طرداتهم كما حال البريد بالنسبة لعمر خوجة وطارق، وبالنسبة لصديقه اللي معاه نقابيين أنشأوا نقابة البريد، فطردوا من العمل لما راحوا للقضاء. القضاء انصفهم وقال، ورغم يعني كل الضغوط التي يتلقاها القضاء، إلا أنه أحيانا يصدر أحكام يعني لفائدة الضحايا اللي ضروا، قال يجب إدماجهم في مناصب عملهم، لكن مصالح البريد رفضت تطبيق هذا الحكم، رفضت تطبيقه. فأمام أوضاع كهذه يعني وش من حقوق؟ ما كانش، المستقبل مظلم ونحن نتجه نحو المجهول، إلا إذا تغيرت الأمور وشفنا بوادر بأننا سنتجه اتجاها صحيحا، في ذلك الوقت سنقول هذا. لكن الآن المعطيات اللي عندنا تفيد أننا نتجه نحو الأسوأ.
الأستاذ صالح دبوز رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. العفو، شكرا.